السلام عليكم خوتي متتبعين عشق الدراجات النارية. يعني كما شفتوا في الفلوق الأول، يعني ملي مشينا من وزازات لدمنات، يعني ومشينا لمينيفري، يعني اللي قبل من مدينة دمنات ب6 كيلومتر، يعني وغادي نكملوا من دمنات لأوزود، يعني من وزازات لدمنات ل 162 كيلومتر، وغادي نكملو دابا الأوزود، يعني اللي المجموع تاع كيلومتراج 224 كيلومتر. يعني دابا غادي نكملو من دمنات لشلالات أوزود اللي كاينين في إقليم أزيلال، قبل من أزيلال ب20 كيلومتر، يعني كتدخل من واحد الطريق اللي هي 15 كيلومتر كتوصل لأوزود، شلالات أوزود. يلا تابع معنا الفيديو. يعني من ورزة لدمنات ل 162 كيلومتر، وغادي نكملو دابا لأوزود. دابا يا الخوت وصلنا لشلالات اوزود من بعد 225 كيلومتر، غنشوف المفاجأة كاين سمع شيما. ويلي ويلي ويلي، هانتوما الخوت عشاق الدرجة الأول، معمرو جيت لأوزود، يعني خصو يجي، يعني شلالات اليوم مزيانين.
يعني منظر رائع، انتم ما تشوفوه. شعبي How to walk for the first time. Yeah. We don't remember that time. But you remember that. Ah, okay. عشان معلمي تولات كتبها.
لا تنسى الاشتراك في القناة عشق درجات النارية ودق الجرس ليصلك كل جديد.